اقر واعترف مع كابتن عدلي القيعي. هتزنقني في ايه؟ كابتن عدلي القيعي تقر وتعترف انك شعرت بوجع امير توفيق لان نفس الاتهامات دي طردتك بسبب علاقتك بتامر النحاس؟ لا، ما انا ما كانش انا علاقتي بتامر النحاس زي اي حد، بس تامر النحاس كان يصحى الصبح يقعد في النادي الاهلي لان معاه ثلاث ارباع لعيبه مصر. طيب. تقر وتعترف بان اداره التعاقدات الحاليه كان لابد من اجراء تغيير فيها من فتره؟ وهو ده حصل فيه، هو نفسه امير طلب منه من الكابتن من مجلس اداره الشركه يا امير شوف حد بديل عشان انت تمسك اداره الكوره. امير عارف من اكتر من 8 شهور انه هيبقى المدير التنفيذي وانه يجيب حد مكانه. عايز اضايق مش نتيجه ماشي انه فشل. اصل ماشي. التطوير كده واحد قعد 5 6 سنين ماشي. شوف حد تاني. هضايقك بالسؤال اللي جاي؟ معرفش. هضايقك، انا بقول لك هضايقك. السؤال اللي جاي، تقر وتعترف ان صفقه امام عاشور ضد ثوابت النادي الاهلي؟ لا، ملهاش دعوه. ملهاش دعوه. انا اقول لك مره واثنين وثلاثه. قول. ودي اتعلمتها من الاستاذ رحمه الله عليه نعمان صبري، مره بتاعه بقول له كرامتي ما اسمح. قال لي يا استاذ عدلي ايه ده؟ ايه ده؟ كان دبلوماسي كده قوي. كرامتك ما حدش يقدر يخدشها، انت الوحيد اللي تخدشها لما تتصرف غلط. ايوه. فانا لما ابني يشتم جاري لا، لازم اعاقبه. كويس. طب ابني جاري شتمني وابوه ما عاقبوش، وبعدين هو جه وقال لي يا انكل انا اسف انا حاسس بغلطتي، وهو مش متصور انه هيذاكر مع ابني ولا عايز مني حاجه، وبعدها بست اشهر انا نفسي يا انكل اذاكر مع ابنك أبو. مثلا اديك مثل. لا، بتديله فرصه لانه كل واحد انت مش مسؤول عن ثقافته وهو براك. نعم. انت مسؤول لو عمل حاجه عندك بالنسق ده. بدليل نرجع تاني لمشكله حسين الشحات. هو الاهلي قابل تصرف حسين الشحات ولا عاقبه؟ عقاب مرعب، عقاب شديد. بس بالظبط. لكن امام مكسب للاهلي؟ امام اذا اراد ان يكون اللاعب المفصلي اللي الناس تفتكره زي اللعيبه الكبار قوي. نعم. يقرص لان عنده امكانيات، عنده كل تسمح الامكانيات له بهذا. نعم. لكن لو اكتفى بما يقدمه نعم هيبقى غلطان في حق نفسه. تقر وتعترف انك تتمنى عوده ديانج واحمد عبد القادر ومحمد شريف للنادي الاهلي؟ اقر واعترف ان انا عايز اي لعيب يتطور يرجع لي. تقر وتعترف انك تتمنى عوده ديانج واحمد عبد القادر ومحمد شريف للنادي الاهلي؟ اذا زالت ما هو مش انا اللي بقول، اذا زالت اسباب اعارتهم بالنسبه للجهاز الفني والامن تخلصوا من الاسباب. خلي بالك، هو احمد عبد القادر كان نفسه جدا يخوض التجربه. نعم. ولو النادي الاهلي مش مقتنع بيه كان باعه. تمام. لكن مقتنع بيه جدا نفس الشيء ديانج. كل دول لعيبه مميزه جدا. تقر وتعترف انك حصلت على توقيع عدد من نجوم الزمالك ابرزهم شيكابالا؟ لا. لا يعني ايه؟ لا ما اعترف طبعا. حصلت ازاي؟ ايه؟ حصلت ازاي؟ هو شيكابالا اللي طلب منك؟ لما كان في اليونان جالي حد قال لي شيكابالا عايز يرجع مصر وعايز نفسه يجرب في النادي الاهلي. وتواصل معايا مره واثنين وثلاثه وبعدين انهينا كل الاجراءات. وراح النادي الاهلي قابل مستر مانو جوسيه وقابل حسام البدري، بس الكابتن قال ما ينزلش الملعب غير لما توصل كابتن صالح كابتن حسن حمدي الا لما توصل الشهاده الدوليه. قلت له كابتن شيكابالا مغترب ومالوش مكان يبات فيه الا مدرجات الزمالك. ازاي يعني ايه الضغط اللي محطوط فيه ده؟ هو بيجي اجازه يقدر يستحمل، انما لو سيبناه اكتر من كده لازم يخش ويتدفى بتشجيع الجماهير. قال لي لا يا عدلي، وكان عنده بعد نظر لان في خلال اليومين ثلاثه بعد ما جبت موافقه النادي باوك واتفقنا على 600,000 يورو رئيس النادي اتشال وجه مجلس جديد ابتدى يتفاوض من جديد. وشيكابالا نفسه رفع قضيه على النادي الجديد عشان يفعل عقده مع النادي الاهلي. وكان لما كلمنا الاتحاد الدولي كان اللي ماسكه الملف واحده سيده قالت هنحكم يوم الاثنين. يوم السبت حد راح سافر وقال له انا خلصت لك كل حاجه بس لصالح الزمالك، ولو قلت الزمالك وسحبت الشكوى اللي مقدمها في الزمالك هتبقى الصبح في الزمالك. فهو عمل كده عشان يلعب. راح الزمالك اكتشف انه ما جابلوش الاستغناء وانه لعب شهاده مؤقته وتوقف بسببها.
تقر تعترف بانزعاجك من التشكيك الدائم في تتويج النادي الاهلي بلقب نادي القرن، ولا ده موضوع من اصبح لا يمثل لك اي اهميه؟ لا، بص محسوم انت هتضحك على نفسك ولا هتفرض واقعك على الغير؟ مش مهم ان انا ما قلتش انا نادي القرن. الجهات صاحبه الحق قالت انا نادي القرن. العالم يتعامل معي لاننا نادي القرن. المعايير التي وضعت يا كابتن شوبير بتقول ان انا نادي القرن. ليه؟ لان اول الثانويه العامه بيجي بالمجموع مش بعدد الفول مارك اللي بيجيبه في كام ماده. انما انت تستنى لما تيجي تفصل معيار ينطبق عليك نفسك تحس النادي القرن. في ناس بتحب لا استطيع ان احرمك من هذا الشعور. في ناس بتحب تلعب على وتر الجمهور فدايما طبعا مؤكد ده موضوع جماهيري. والا هو انت بتثيره لما انت بقيت حتى مش منافس في القرن ال21. طيب تقر تعترف انك فرغت نادي الاسماعيلي من نجومه؟ فرغت نادي الاسماعيلي من نجومه ازاي؟ حلو، ما انا اطلاقا لم يحدث. نعم، كل النجوم دي معظمها كانوا سابوا النادي الاسماعيلي. زي عماد النحاس، اسلام الشاطر، عماد النحاس من السعوديه، اسلام من الزمالك، احمد حسن من 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 بلجيكا، احمد فتحي من انجلترا مرتين. نعم، واخد بالك؟ مرتين. هتقول لي عبد الله السعيد جه من، انما في لعيبه جبتها بشكل مباشر من الاسماعيلي كان باقي في عداه ست اشهر، والاسماعيلي راى ان يستفيد ماديا. وازعم ان كل الصفقات التي ابرمها الاسماعيلي مع النادي الاهلي كانت لصالحه. نعم، يعني كان بياخد فلوس، واحيانا فلوس ولاعيبه. نعم، زي شريف عبد الفضيل. نعم، خد 7 مليون. واحمد صديق. نعم، استفاد باحمد صديق استفاده رائعه جدا. نعم، فعمره ما حصل مشكله معانا. عارف مشاكل الاسماعيلي ابتدت امتى؟ لما راح ابراهيم حسن وكان عقده مع نادي النجوم انه يدفع له مبلغ معين لو اتنقل بالملايين. نعم، فهو لما باعه وما اداش النجوم حقه خد حكم ب 20 مليون جنيه ما قدرش يدفعهم. نعم، توالت المشاكل دي مش مع النادي الاهلي. ده ابراهيم حسن راح نادي تاني. نعم، مش ابراهيم حسن نجم منتخب مصر، لا ده ابراهيم حسن الاشول اللي كان اخرها في الاتحاد السكندري. نعم، فانت في النادي الاسماعيلي والله العظيم ساعات كنا عارفين ان احنا يعني ما نستنى ست اشهر ناخده ببلاش. تقول لا، وكان المسؤول مش انا، المسؤول يقولوا لا احنا عايزين المجلس قدام الجماهير والجماهير العموميه يبقى حقق انتصار، لان احنا مستفيدين من اللعيبه دي. تقر تعترف بندمك على التعاقد مع عدد من اللاعبين منهم الانجولي افيلينو الكولومبي كاستيلو البرازيلي بينينو؟ انا لا اندم على تكليف كلفتي بيه. لا تندم؟ مش انا اللي اندم. نعم، المفروض الراي الفني يا يندم. نعم، يا يبقى سعيد، واخد بالك؟ لكن انا دوري ايه؟ سيادتك محامي، انا عايز الفيلا دي بعد ما اجيبها لك تقول لي دي مليانه نمل والدبان والحر. انا مالي؟ انت اللي اصريت عليها.